جايز والسلام عليكم. فيديو اليوم هو حل الرسامين المبتدئين اللي عندهم مشكلة في رسم العين الثانية. جبت لكم طريقة ترسموا بها العين الثانية بكل سهولة. دائما انا كنلقى مشكلة في رسم العين لان كنرسم دائما العين اليمنى وعندي مشكل في العين اليسرى، فما كانش كتخرج عين ديال بني ادم، كانت كتخرج عين ديال اوكي. كيف ما قلت لكم من قبل، يعني اصعب حاجة كنت كنلقاها انا نرسم العين الثانية الى ما انني اكتشفت هذه الطريقة. تدا الطريقه هو كنرسمو مستطيل، من بعد كنقسمو المستطيل الى ثلاث مستطيلات كيكونوا في نفس القياس، لان احنا كيف ما كنعرفو يعني الرسامين كيف ما كيعرفو بانه العيون كتكون عندها نفس القياس، وما بين العيون كيكون عندها نفس القياس ديال العين. هنا من بعد كنقسم المستطيلات. هذا الشيء انا كنزدتو، يعني هذا الشيء ضفتو انا باش نسهل العمليه على الناس المبتدئه. اوكي. الطريقه كتسهل علينا اننا نرسموا العين بسهوله، يعني الناس المبتدئه اللي مازال عندها مشكل في رسم العين والبؤبؤ، يعني كيفاش تجيبه في السنتر ديال العين. الطريقه راه كتسهل علينا بزاف. اوكي، بالنسبه للرموش غادي ندير لكم فيديو قصير نزلو في الانستغرام والتيك توك. طريقه سهله، ديروا لي فولو، يمكن ديري لي فولو في الانستا والتيك توك. انا رسمت العين اليمنية ديجا، وهنا غادي نوريكم كيفاش كنرسم العين اليسرية اللي انا شحال هذيك كنلقى فيها مشكل. من بعد يعني هاد التقنية، المهم انا من بعد التقنية يعني هي كانت لاباز باش انا اللي دربت، حاليا ما عنديش فيها مشكل، ولكن كيبقى ضروري ناخد واحد الميجرز اللي هما يعني كنتبعهم. انا استعملت قلم فحم ماكرون تجاو الهضرة. anyway سميتها البراند هادي، سميتها ماركو، هي شاينيز هاد البراند هادي. دابا ندير لكم فيديو ان شاء الله نهضر لكم على الادوات بالنسبه للفحم الرصاص، الالوان المائيه الخشبيه، المهم كلشي بزاف ديال الناس كتطلبوا لي فيديو على الادوات. هنا استعملت، وريتكم كيفاش انا نقدر نستعمل نفس الطريقه يعني من غير ما تكونش عندي مونوزورو، تقدروا تستعملوا يعني غير نبحات عاديه تكتب انكم تقطعوها. اي سؤال على الخامات اللي استعملت، نوع الورق، اي شيء ثاني، خليوا لي الاسئله ديالكم في التعاليق، وانا كل شيء غادي نكتب لكم في صندوق الوصف ان شاء الله. الا كان شي استفسار الا كان شي استفسار انا غادي نفسر لكم. وات A few moments later. سمحوا لي في هذا المقطع كانت جودة التصوير ناقصة، لأنه الكاميرا كان يعني التركيز ديالها كيمشي من الصورة من الرسمة، وكان كيتركز على يدي، أنا ما لاحظتش هذه القضية حتى كملت للأسف. Come on now, dog. Come on, man. Thousand years later. من اكثر يعني البارتات اللي كتعجبني هي رسم الرموش والحواجب، فانا كنلقى فيهم متعة صراحة يعني في رسم العين. بالنسبة لرسم الحواجب، انا نزلت من قبل في القناة فيديو على رسم الحواجب، غادي نخليه لكم في اخر الفيديو، سيروا شوفوه بالنسبة اللي ما شافوش واللي ما كيعرفوش رسموا الحواجب. واحد الحاجة اللي كتوقع لي دائما ملي كنكون كنرسم هي انني كنغلط في الاقلام. هنا هزيت في 0.7 وانا كنت بغيت نخدم 0.5. Wait a minute. Who are you?
كملت ب 0.5 يعني بحال ما وقع والو بحال ما شفت والو ما وقع والو. اتس اوكي اتس اوكي اي جات يو هومي. اوكي هنا كناخذو منو زيرو اولا مبحات عاديه يعني تقدروا تقطعوها حاده وتخدموا بها نفس النتيجه كديروا فراغات ما بين الشعيرات. نسيت ما قلت لكمش درجه القلم اللي كنرسم به هو قلم ميكانيكي 0.52 بي. من بعد صافي كملنا بقات خاصه غير الاضاءه غادي نديرها بجيلي رول. تقدروا تستعملوا اي قلم ابيض او لا بلونكو المهم نتوما حرين. وانا كملنا العين الثانيه وصدقات بحال اختها شتي anyway نقول لكم تهلاو فراسكم وسبسكرايب ولايك وداكشي وبسلام عليكم نشوفكم فيديو جديد وتوتوريال جديد باي.